مشاهدينا أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بداية، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبإشراف من المحكمة الدستورية، تنطلق في هذه الأثناء فعاليات الملتقى الدولي الأول بقصر الأمم والموسوم بحق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة. الملتقى يهدف إلى تحليل مختلف الأحكام الدستورية والتشريعية في الأنظمة المقارنة وعرض تجارب الدول في مجال لجوء المواطن إلى وسيلة التقاضي أمام المحاكم الدستورية من أجل الدفاع عن حقوق التي يكفلها الدستور. ينطلق اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال وعلى مدار يومين المنتدى الإفريقي للمؤسسات الناشئة بمشاركة وزراء الدول الإفريقية وممثلي الهيئات الدولية والقارية التي تعنى بتطوير مجال الشركات الناشئة والابتكار. وعن افتتاح المنتدى الإفريقي للمؤسسات الناشئة، تلتحق بنا على المباشر وسيلة بوشرب. وسيلة، أهلا بك، أعطينا برنامج اليوم الأول من المؤتمر. صباح الخير نور الدين. إذا بعد لحظات سيشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على افتتاح الطبعة الأولى للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة. نحن متواجدون ضمن الرواق الذي يعرف مشاركة بعض الناشئة جزائرية وإفريقية التي تدخل إذا تشارك في هذا المؤتمر. المؤتمر نذكر فقط نور الدين تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، برنامج اليوم الأول مكثف حيث سيعرف مداخلات العديد من الفاعلين في هذا القطاع المؤسسات الناشئة الذي توليه السلطات العمومية في الجزائر أهمية قصوى بالنظر لجملة التدابير والتحفيزات والتسهيلات والإجراءات المحفزة الموجهة لأصحاب المشاريع المبتكرة. إذن الفترة المسائية نور الدين ستعرف أيضا اجتماع يلتئم فيه وزراء القطاع الأفارقة، ومستمر أيضا المؤتمر من خلال ورشات تجمع خبراء وفاعلين في القطاع لتبادل التجارب ومقارنة التجارب بين مختلف الدول الإفريقية التي خاضت قبلنا أو معنا أو ربما بعدنا هذه التجربة، تجربة المؤسسات الناشئة. لتذكير فقط، فإن الدولة أنشأت سنة 2020 وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الناشئة. هذه الوزارة هي تابعة حاليا للوزارة الأولى وتعنى بكل التفاصيل المتعلقة بالمشاريع المبتكرة ووضعت العديد من الآليات لمرافقة أصحاب هذه المشاريع. نعم، شكرا لك وسيلة على كل هذه التفاصيل والمعلومات. للتذكير فقط، كنت معنا مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة. في المغرب، ثورة شعب غاضب خرج بكل أطيافه في مسيرة عارمة جابت الشوارع والمدن، أصوات وشعارات سخط ورفض صارم لجميع أوجه الظلم وقمع الحريات، أصوات ضاقت ذرعا بنظام تملصي ولا نظام. تقرير نصير بادر بصوت هشام سعدوتي. هذه الدولة قمعية. العيش الكريم مطلب مشروع صدحت به حناجر الشعب المغربي اليوم، لعلها تجد آذانا صاغية في مسيرة الغضب التي اجتاحت الشوارع والمدن المغربية، انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، احتجاجا على غلاء الأسعار وسياسة القمع المنتهجة من طرف نظام المخزن. اليوم هذه المسيرة كذلك هي لتعبير عن الغضب ضد هذه السياسات كلها وضد سياسة التطبيع. اليوم النظام المغربي غرق البلاد في الوحل ديال التطبيع وديال التصهين، وحنا ضد كل هذه السياسات، سواء سياسة القهر الاجتماعي، سياسة القمع السياسي، وسياسة التطبيع مع نظام الأبارتايد الصهيوني. حنا اليوم كنعبروا على أن المستوى ديال الغضب وصل لواحد المستوى كبير، بأن الشعب المغربي واكل الدق بواحد الشكل لا يتصور، بسبب الغلاء، بسبب يعني المشاكل الاجتماعية، بسبب
القهر الاجتماعي بسبب يعني تدهور ديال التعليم ديال الصحه ديال كل المجالات الاجتماعيه. نريد ان نعبر للحكومه الحاليه ولتغول الحكومه الحاليه على ان الوضعيه مقلقه ببلادنا ولا تبعث على الارتياح، بل اكثر من ذلك هناك تدهور خطير اليوم للقدره الشرائيه بالنسبه للمواطنين المغاربه. النخبه هناك وبكل اطيافها تثور اليوم وبشده رافضة لجميع أشكال الظلم والتعسف وطمس الحريات. الغلاء فاحش، ما كاينش اون سيغتين كومبونساسيون، ما كاينش تعويض. صندوق المقاصة هجمت عليه الحكومة ديال بن كيران وللأسف حكومة سعد العثماني. هاد القدرة الشرائية ما تبقى فيها، جات حكومة أخنوش قضت عليها. خروجنا ديال اليوم يعني دق ناقوس خطر. في المغرب وحده الشارع منبر المظلومين والمستضعفين والمغلوب على أمرهم، منبر من لا منبر له، والمسؤول رغم تنصله من المسؤولية هو المخزن وسياسته الفاسدة بل سياسته المفلسة. في الرياضة الآن وضمن منافسات الدور الثمن النهائي لكأس العالم 2022 التي تجرى وقائعها في قطر، يواجه اليوم منتخب اليابان المنتخب الكرواتي بملعب الجنوب، فيما تلتقي كوريا الجنوبية مع البرازيل بملعب 947. ولحساب الدور الثمانية من المنافسة، تأهلت أمس فرنسا للدور الموالي بعد تغلبها على بولندا بثلاثة أهداف لهدف، في حين فازت إنجلترا على السنغال بثلاثة أهداف كاملة دون مقابل. وعلى أثر ذلك المنتخب الفرنسي إذن وجها لوجه أمام نظيره الإنجليزي في الدوري ربع النهائي يوم السبت القادم بملعب البيت. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، ألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.